قبل ما نبدأ مع بعض تقول لي نسبة الطخ النهاردة كم في المية؟ نسبة الطخ؟ لا حسب الأحداث. حسب الكلام. حسب الأحداث. حسب الأحداث نفسها. والحمد لله إن الطخ الحمد لله الناس بتتفرج وبتقتنع الواحد بالكلام الحمد لله. وبتتفاعل مع الطخ. طبعًا أنت عارف يا كابتن الفترة اللي فاتت لما اتكلمت على النادي الأهلي بشكل كويس قلت النادي الأهلي مستواه اتطور عن قبل كده وأتحدى أي واحد أهلاوي يتفرج على النادي الأهلي في دوري المجموعات ويقول النادي الأهلي يوصل نهائي. اتحدى اي واحد اهلاوي او مشجع اهلاوي بيشجع النادي الاهلي مقتنع باداء النادي الاهلي، لكن لما اداء الاهلي ارتفع والمستوى اتطور انا قلت الكلام ده. فاذا ده طخ ولا ده طبيعي عشان اعرف. منورين الدنيا. خلونا نبدا مع نادي الزمالك يا دويدا. الدنيا شفنا الفترة اللي فاتت ومدرب جديد وطرق معينة الراجل جاي بيها عايز ان هو اشتغل بيها، وقلنا لازم الراجل ياخد وقته ولازم ولازم ولازم، وابتدت النتائج ممكن يكون الأداء الناس مش عارفة أماكن اللعيبة ايه، ولكن شايف التجربة لحد دلوقتي القصيرة مع أسوريو عاملة ازاي مع نادي الزمالك؟ بص يا كابتن، يعني طبعا مبسوط ان انا مع حضرتك، طبعا مبسوط ان انا مع جودة حبيبي. لو اتكلمنا عن نادي الزمالك يا كابتن، انا دايما بتكلم على الاداء مش على النتائج. يعني دايما انا ما باجي اتكلم في الماتشات بتكلم على التحليل بتاع الاداء نفسه في الملعب، ما بتكلمش على النتيجه. النتيجه خلاص نادي الزمالك الماتش الاخير كسب بفوز معنوي، اللعيبه ادت بشكل كويس جدا في الملعب، لكن الاداء ما يطمنش. وهنا انا بالنسبه لي، عشان في ناس بتتكلم ان انا مش بدعم الراجل، لا، في فرق من ان انا اتكلم على الراجل ان هو احنا محتاجين الراجل يفهم طريقه لعب نادي الزمالك ازاي، بمعنى ان النهارده اللعيبه الامكانيات اللي موجوده في نادي الزمالك ما تناسبش طريقه الراجل، والراجل مصمم على كده. فبعض الاقاويل بتقول ان الراجل بدل هو مصر يبقى مدرب كويس، لكن انا بقول طول ما هو مصر كده الراجل ده اخره معانا في دوري ابطال العرب. الراجل ده اخره معانا في دوري ابطال العرب، لانه لغايه دلوقتي يا كابتن بركات ما لعبش فريق من الاربع فرق الاوائل. هو لاعب كل الفرق، مقاولين، سيراميكا، بنك اهلي، اسوان، داخليه، طلائع الجيش، مش الفرق اللي عندها الناحيه الهجوميه القويه اللي تقدر تجيب تحرز اهداف في مرمى نادي الزمالك.